قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كشفت اليوم مجريات قضية الخليفة أمام محكمة جنايات البوليدة من خلال سماع المدير العام السابق لمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة أن تفعيل العمل بآلية صندوق ضمان الودائع جاء بعد اكتشاف الثغرة المالية ببنك الخليفة وإحالته على التصفية. وقال المتهم سماتي نجيب المتابع في قضية الخليفة بجنحة الرشوة واستغلال نفوذ والاستفادة من مزايا أنه كان يعتقد وقت إيداع مؤسسته لمبلغ يزيد عن 100 مليون دينار جزائري ببنك الخليفة أن العمل بآلية صندوق ضمان الودائع كان قائما حينها، مضيفا أن العمل بهذه الآلية تقرر بعدها لضمان عدم تكرار ما وقع ببنك الخليفة من خلال بنوك أخرى. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.